بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم راح أشرح كيفية الطريقة الصحيحة للموافقة على الشروط الجديدة الخاصة بمواصلة الربح من خلال اليوتيوب. هلا معروف من حوالي يومين اليوتيوب طلبت من جميع المستخدمين اللي عم يحققوا الربح من خلال اليوتيوب إنه راح تصلهم إشعار جديد على الموافقة على الشروط المعدلة لمواصلة الشروط الجديدة الخاصة بشركاء اليوتيوب. فطلب من جميع المستخدمين لما يصلهم إشعار المفروض يعطوا الموافقة، لأنه بحال عدم الموافقة على الشروط الجديدة فإنه راح تنشال قناتك من برنامج شركاء اليوتيوب، وما فينك تكفي مواصلات الربح من خلال اليوتيوب إذا ما وافقت على هالشروط. هلا أنا بالنسبة لي كيف فيني وافق على هالشروط؟ الطريقة راح تكون على الشكل التالي: راح تفوت على الصفحة الشخصية على حسابك على اليوتيوب على الشكل التالي. راح تضغط على صورة الملف الشخصي الموجود عندك بالأعلى من فوق على اليسار، ضغط عليه. بعدين راح تكبس على خيار اسمه استوديو اليوتيوب. راح تفوتني على الصفحة الشخصية خاصة فيني بالإعدادات. راح نشوف عندهم بالأعلى مطلوب اتخاذ إجراء عليك للموافقة على الأحكام الجديدة للمحافظة على اشتراكك في برنامج شركاء اليوتيوب والبدء بتحقيق الربح من الإعلانات على شورتس. طبعا بالنسبة للإجراء، إذا ما ظهر عندك إذا فت على استوديو اليوتيوب الخاص فينك وما ظهر، فأكيد رح يظهر بعد حوالي فترة معينة، بس أكيد رح يظهر على جميع القنوات. فأنت المفروض عليك تعمل موافقة، أكيد المفروض عليك تعمل موافقة قبل 1 يونيو، لأنه في حال إجا تاريخ 1 يونيو وما كنت موافق على هي الشروط فراح يتم إيقاف الربح عن قناتك. هلا بالنسبة للي بده يوافق على الشروط الجديدة الخاصة بتحقيق ربح اليوتيوب، راح نكبس على الخيار الموجود عندي هون المراجعة والقبول. راح نكبس على هالخيار الموجود عندي هون المراجعة والقبول، ضغطه. عم يخبروني على الشكل التالي: ما الذي سيتغير؟ إننا نحدث بنود الاستخدام في برنامج شركاء اليوتيوب للحفاظ على اشتراكك في برنامج اليوتيوب. عليك مراجعة البنود المعدلة والموافقة عليها بحلول 10 يوليو 2023. هلا عم يخبركم الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هلا المفروض نبلش مراجعة على الخطوة الأولى. البنود الأساسية: يجب الموافقة على البنود للمشاركة في برنامج شركاء اليوتيوب. راح أكبس على كلمة مراجعة. هلا راح ننزل لتحت بالأسفل، راح أكبس على كلمة أوافق على البنود الأساسية، أعطيه كلمة قبول. ها راح ننزل للخطوة الثانية. عم يخبرك البنود المتعلقة بصفحة المشاهدات: تتيح لك هذه البنود تحقيق الربح من الإعلانات على يوتيوب بريميوم. هلا راح أكبس على كلمة مراجعة. بعدها راح ننزل لتحت بالأسفل، كمان راح أعطيه وافق على البنود المتعلقة بصفحة المشاهد، بعدها أعطيه قبول. بعدها راح ننزل لتحت بالأسفل. هلا أنا بالنسبة لإلي راح أكبس على كلمة إرسال. عم يخبروني بدأ تحقيق الربح من إعلانات خلاصة الشورتس، يمكنك الآن تفعيل إمكانية تحقيق الربح من الإعلانات ويوتيوب بريمير في خلاصة الشورتس بدءا من 1 شباط فبراير 2023. أنا بالنسبة لي راح أكبس على كلمة تفعيل. وهيك عم يخبروني إعلانات خلاصة الشورتس تحقيق الربح من إعلانات يوتيوب بريمير والإعلانات في خلاصة الشورتس. هل عم يخبروك تحقيق الربح من إعلانات الشورتس والإعلانات في خلاصة الشورتس؟ هل عم يخبروك هون في عندي زر التفعيل؟ راح أكبس على كلمة زر التفعيل. راح أنزل لتحت بالأسفل، كمان راح أحط هيك الموافقة على الأحكام والشروط، بعدها راح أعطيه قبول. هون عم يخبرك مشاركة الأرباح من إعلانات خلاصة الشورتس تبدأ في 1 شباط 2023. ابتداء من 1 شباط سيتم تلقائيا احتساب كل مشاهدات الشورتس ضمن عملية مشاركة أرباح الإعلانات على الشورتس. تحقق الربح عندما يشاهد مشترك في يوتيوب بريمير فيديوهاتك. هلا بعد ما نعمل قبول لجميع الأشياء اللي انطلبت مني، راح نفوت على استوديو اليوتيوب. راح نكبس على إشارة الدولار الموجود عندي هون، راح نضغط عليها ضغطة، وراح نشوف في عندي هون إعلان. راح نكبس على كلمة نظرة عامة، فراح نشوف إعلانات خلاصة الشورتس مفعلة تحقيق الربح من الإعلانات على اليوتيوب واليوتيوب بريمير مفعلة. وهيك بنكون إن شاء الله تعالى وافقنا على الشروط الجديدة الخاصة الشروط المعدلة الخاصة ببرنامج شركاء اليوتيوب عشان تحقيق الربح من اليوتيوب. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، ونشوفكم بالفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.